simple hydraulic design. طيب عايزين بقى نعمل structural design. Structural design قلنا عايزين نصمم الدك ده أول حاجة. قلنا إن إحنا عندنا نوعين، يا إما يبقى سلابة بس تمام؟ يا إما يبقى سلاب جردر طالب. أه دي سلابة ولكن محمولة على مجموعة جمرات. يعني الأول قلنا إن إحنا عندنا الطريق بتاعي اللي هو سميناه البيرنج سيرفيس. بيرنج عشان إيه؟ مقاوم للتآكل. بيرنج كامل تآكل فهو طبقة مقاومة للتآكل وهي طبقة الأسفلت. وقلنا في الميون داير عشان خاطر لو نزل مطر تتصرف ايه؟ او تنزل الميه على الجرام بعد كده اقدر اصرف. وده الرصيف بتاعي اللي هو كان بيبقى عرضه 2 متر. وده السور اللي قلنا بناخده برضه 1 متر او ارتفاع 1 متر. فده كان الكروس سكشن بتاع الطريق بتاعي. فيا اما يبقى نازل على سلاب بس اللي هي دي تي اس وده خدناه السكشن اللي فات اللي هو السلاب تايب. يا اما تبقى السلاب دي متحمله على جردرز اللي هي كمرات ومنها الجردرز دي اصلا نازله على السبورتس بتاعتي بقى سواء بقى الجير او سواء الابونت. تمام؟ طيب يعني كاني ايه؟ خدت ده اتجاه الطريق وخدت ده مثلا كروس سكشن بتاع الطريق وده المنظر اللي طلع معايا. طيب قلنا ايه الفرق بين سلاب تايب وسلاب جردر تايب وامتى بصمم ده وامتى بصمم ده على حسب الاس. يفضل السلاب تايب تكون الاس بتاعتي او الاسبان من 2 ل 6 متر. طب الاسبان هتزيد شويه من 4 ل 8 متر هصممه سلاب جردر تايب. لان انا كل ما هزود الاسبان كل ما في لو كنت باخد بقى التكنس التي اس او التكنس بتاع السلاب كنت باخده نسبه من الاس لو نفتكر الكلام ده السكشن اللي فات. فكل ما هيزيد الاسبان كل ما هيزيد التكنس وانا المفروض ما يزيدش عن 25 سم. تمام؟ فكل ما هيزيد او كل ما هيزيد التكنس بتاع السلاب طبعا ده ايه؟ هيأثر لي على الفري بورد. هضطر ازود بقى التكنس بتاع السلاب هيأثر لي على الفري بورد. هيأثر لي على التكنس بتاع السلاب هيزيد فيأثر لي على الفري بورد. تمام؟ فعشان كده بضطر ارجع لايه؟ سلاب جردر تايب. طيب ايه بقى الفروق في التحليل او في التصميم وانا بصمم سلاب تايب وسلاب جردر تايب؟ قلنا مثلا لو نفترض ان دي السلاب بتاعتي بلوط تمام؟ وادي ده البيس تمام؟ طبعا لو كنت كملت باقي الرسمه كنت هرسم ايه؟ سلاب ثانيه اتفقنا ان هي متحمله سيمبلي سبورتد على البيرز ديت عشان بتسيب مسافه اللي هي اكسبانشن جونز. خدنا الكلام ده السكشن اللي فات يعني ده معناه ان هنا في سلاب ثانيه وهنا في سلاب ثانيه تمام؟ بسيب اكسبانشن جونز. بس الفكره كلها ان انا دلوقتي السلاب عشان سبت اكسبانشن جوينتس كده فمتحمله على البيرز سمبلي سبورت. طيب السلاب ديت كنت عايز اعرف اتجاه التحميل بتاعي او الحمل بتاعي بيروح فين. اول حاجه مثلا لو عندي عربيه او لوري ماشي على الطريق فالحمل بتاعه اول حاجه بيروح للسلاب تمام. طيب من السلاب هيبتدي يتوزع على البيرز يبقى ده اتجاه التحميل بتاعي. يبقى هيروح للسبورتس سواء بقى البيرز او سواء الابونتس. طيب لو عايز اجيب بقى ده معنى لو عايز اجيب اللودز على السلاب كنت بعمل ايه في الخرسانه؟ باخد شريحه عرضها 1 متر وباخدها لازم في اتجاه التحليل. فانا هاخد شريحه عرضها 1 متر اتجاه التحليل لو عايز اجيب اللودز على السلاب تمام؟ طيب انا عندي بقى المنظر ده ان انا هيبان عندي السلابه متحمله سيمبلي سبورتد على البيرز يبقى ده السبورت ده بيمثل البير ده البير او سواء طبعا في بطنكس او بير. طبعا لو عندي فتحه واحده هيبقى عندي تو ابونتس لو عندي اكتر من فتحه هيبتدي يظهر بقى معايا البيرز. فالمهم ساعتها كنت بقول لك ان انا عندي لو مثلا بتكلم على ديد لود فكنت بقول ان انا عندي اللود بتاع السلاب الديد لود عباره عن الاون ويت ووزن الطريق فكنت بقول ان هو الجيجر او سوري الجي اس جي اس طمع متر سكوير اللي هو كان عباره عن جاما في التكنس سواء بقى جاما في الفورس كونكريت الاسلاب او جاما ويرنج سيرفيس في الطريق. طيب الاسبان بتاعتي هو لو خدت بالك بقى ان دي الاس بتاعتي بس دايما لما بنتكلم على هيدروليك ديزاين او ميه بنتكلم بالعرض اللي بيعدي فيه الميه الكلير سبان. هل في الخرسانه او في الانشاء بنعمل نفس الكلام؟
لا احنا دايما بنتكلم على الافكتيف سبان. ندخل جوه زي مسافه تقريبا 2.5% او 2.5% تقريبا من الناحيتين، يبقى الافكتيف سبان اللي هي سميناها اس داش 1.05 فيلز. ده بالنسبه للسلاب تايب. وكملنا بقى ديد لود وجبنا برضه اللايف لود، كان عندنا تايب 1 وتايب 2 تمام زي ما هنقول دلوقتي. وفي الاخر وصلت ان انا عايز اجيب رياكشنات، عملنا كيسز اوف لودنج عشان اجيب الار لايف لود ماكس، الار ديد لود والار لايف لود ماكسيمم، وبرده جبت المومنت ديد لود والمومنت ماكسيمم. يبقى انا هدف ان انا اوصل رياكشنات وهدف ان انا اوصل لايه؟ لمومنت. طيب بالنسبة لي السلاب جيردر، طيب الموضوع بقى يختلف شوية. أنا بقى عندي دي السلاب بتاعتي ولكن متحملة على مجموعة جيردرز. بقت دي السلاب أهي ومتحملة على مجموعة جيردرز، والجيردرز هي اللي متحملة على البيرز أو السبورتس بتاعتي. تمام؟ يعني برضه لو كنت كملت الرسمة بتاعتي كنت هلاقي إن أنا عندي سلاب تانية كده أهو، بس برضه في اكسبانشن جوينتس تمام؟ وبعد كده السلاب دي برضه متحمله على الجيردرز، والجيردرز هي اللي متحمله على البير، يعني نفس البير بيشيل تو سلابس او بيشيل تو رياكشنز من السلاب. طيب يعني الحمل دلوقتي عندي اللوز، اول حاجه اللوز اللي بتروح للسلاب. طيب من السلاب هتروح الى الجيردرز، يبقى ده اتجاه التحميل بتاع السلاب. ومن الجردرز هتبتدي تروح لايه؟ هتبتدي تروح على السبورتس بتاعتي او على البير والابارتمنت. نفس الكلام بقى، عايز اجيب اللود على السلاب، هاخد شريحه عرضها 1 متر في اتجاه التحميل، اللي هو المره دي بقى فين اتجاه التحميل؟ بقى في الاتجاه الراسي بقى. هبتدي اخد شريحه عرضها 1 متر. هلاقي بقى ان انا عندي دي السلاب تمام متحمله على الجيردرز، فالجيردرز هي اللي هتمثل لي السبورتس بتاعتي. تمام؟ وطبعا هتبتدي تحسب بقى الايه؟ اليونيفورم لود اللي هو سواء جي اس او الايه؟ او اللايف لود حسب حالات التحميل بتاعتك تايب 1 او تايب 2. طيب وطبعا السلاب بتاعتك بقى تبقى حاجه اسمها اس جيردر. ماليش دعوه بقى انا عندي الاس نفسها اللي هي دي اللي هو العرض ده. المره دي بقى حاجه اسمها الاس جيردر او الاسكان بتاع الجيردر اللي عاده بناخدها من 1.5 ل 2 متر. ده بالنسبه للسلاب، بس هنا خلي بالك من حاجه، السلاب بقى المره دي بقى متحمله ايه؟ كونتينوس سبورت على الجيردرز. طيب بالنسبه بقى احنا هنجيب حاجتين، هنجيب كمان اللودز على الجيردرز، لان انا برضه عايز اجيب رياكشنات على البيرز والابطن. فهجيب اللود على الجردر، المره دي بقى هاخد اتجاه التحميل ده اللي هو في اتجاه الجردر ده اللي في الاخر بيرمي على البيس. يبقى هيبان عندي تقريبا نفس المنظر ده، ولكن المره دي بقى اللود بتاع الجردر اللي احنا هنسميه جي جردر وتندر ميتر راد زي ما هنقوله دلوقتي. طيب والسبان بتاعتي؟ هي برضه زي السبان ديت اللي هي الافكتيف سبان اس داش 1.05 اس تمام. طيب تعالوا بقى نشوف الكلام ده. اول حاجه عندي بنعمل البريكاب سايزنج عشان ابتدي اصمم السلاب. المره دي بقى سيكشن فات خدنا سلاب تايب، المره دي هنعمل سلاب جيردر تايب. اول حاجه هعمل البريكاب سايزنج. فعندي بقول ان البيرنج سيرفيس او الطريق دوت السيكنس بتاعه 10 سم، عباره عن اسفلت على مونه على الكلام ده حوالي 10 سم، والثيكنس بتاع السلاب هاخده 20 سم، والثيكنس بتاع الجردر هاخده بقى نسبة من الاس. الثيكنس بتاع الجردر ده كله هاخده من اس على من 8 الى 10. فمثلا نفترض ان انا اخدت اس على 10 والاس بتاعتي ب 5، فيبقى دي جردر بنص متر. وزي ما قلنا الاسلام بتاعت الجردر المسافات ما بينهم من 1.5 ل 2 متر، فانا هاخدها ب 2 متر. وبعد كده البي بتاعت الجردر او علبه الجردر اللي هو ده هاخده 30 سم،
واخيرا عايز احدد عدد الجردرز، عدد الكاميرات ديت اللي هي عباره عن عدد المسافات زائد واحد. طيب عدد المسافات دي عباره عن ايه؟ عباره عن المسافه الكليه تمام على المسافه الواحده، عرض المسافه الواحده. فالمسافه الكليه هي عرض الطريق رود ويدث اللي هو مثلا لو افترض ان هو اربع حارات يبقى 12 متر. هو مديني كروس سكشن بتاع الرود ايه؟ مديهولي كده اربع حارات مثلا وعرض الحاره 3 متر فيبقى 12 متر على الاس جردر اللي هي ايه؟ 12 على 2 يبقى كده 6 زائد 1 يبقى المفروض ان انا عندي 7 جردرز. طيب اول مرحله بقى عايز احسب الاحمال على السلاب. قلنا هنقسم الاحمال الى ديد لودز ولايف لودز. اول حاجه الديد لود هي جايه منين؟ الاحمال على السلاب جايه من الاون ويت بتاع السلاب زائد الايه؟ الويلنج سيرفيس زائد الايه؟ الاحمال اللي هي جايه من الايه؟ من الطريق. طيب اللي هي برضه عباره عن ايه لو عايز احسب يونيفورم لود جي اس؟ هي عباره عن جاما في سيكنس. طيب لو بتكلم على السلاب الجاما بتاعته هي جاما رينفورس كونكريت اللي هي بكام؟ 2.5 في التي اس زائد جاما ويلنج سيرفيس اللي هي قلنا اسفلت ايه؟ هناخد تقريبا 2.2 مضروب في التي ويلنج سيرفيس. تمام؟ طيب هيطلع لي 0.72 على متر سكوير. طيب عايز بعد كده اجيب رياكشنات. انا زي ما قلت انا عايز اصمم على الماكسيمم رياكشن. فلان انا عندي في جردر شايله تقريبا نص سلاب وجردر شايله لا شايله سلاب كامل. تمام؟ طيب انا بقى انا هعمل ايه؟ انا هعمل كالكوليشن اسامبشن عشان ابتدي احل. انا خلي بالك عندي هنا اكتر من رياكشن ما اعرفوش. فانا راجل مش بتاع استراكشر. فهضطر ان انا اعمل طريقه تسهل عليا الحل شويه. ايه هي الطريقه دي؟ افترض ان السلاب سمبلي سبورتد على الجردرز وهنجريكت اي اذر لودز. تمام؟ فكاني مثلا بقول ان انا دي السلاب بتاعتي هتبقى دي مثلا سمبلي سبورتد ودي سمبلي سبورتد على الجردرز وهنجريكت اي ايه اي لودز ثانيه جايه لي من الباكيات الثانيه. ولما اجي احسب المومنت اضربه في 0.8 لان انا لو حسبت مومنت سمبلي سبورتد ده كبير جدا فالكونتينوس اقل منه فهضربه في 0.8. طيب هاجي احسب رياكشنات الاقي مثلا ان انا عندي دي الجردر اللي في او الجردر اللي هي في النص دي شايله لي نص سلابه من هنا اهو وشايله لي نص سلابه من هنا. والجردر اللي على الطرف دي مثلا لو قلنا الرياكشن بنسميه ار ديد لود فهي شايله لي نص سلابه. يعني لو عايز احسب مثلا اول ديد لود هنا ممكن اقول ان هو جي جر جي اس دبليو ال على 2 يبقى جي اس في اس جردر على 2. تمام؟ اللي هيطلع برضه 0.72 بس المره دي تمبر متر جرام. تمام؟ دي الاسبان بتاعتي فورت ان هو دبليو في ايه؟ في الاسبان على 2 دبليو اللي هو الجي اس. طيب والمومنت ديد لود قلنا ان طبعا لما يكون عندي جردرز في النص فهي شايله 2 ار ديد لود 2 في الرياكشن ده لان هي شايله نص سلاب من هنا ونص سلاب من هنا. طيب المومنت بقى لما نيجي نحسبه نحسبه بانه سمبلي سبورتد اللي هو يبقى اللود في السبان سكوير على 8 ولكن هضربه في 0.8 هقلله شويه عشان ده تمام وهيطلع تم ايه؟ تم متر. تم متر بير متر. تمام؟ ده بالنسبه لحسابات الديد لود. ان انا قلنا في عندي جيردرز شايله 2 ار ديد لود وفي جيردر شايله ار ديد لود ايه؟ واحده بس. والمومنت جي اس اس جيردر سكوير على 8 مضروبه في 0.8. طيب نيجي بقى لحسابات اللايف لود. هتلاقي بقى الموضوع بوت شويه بدل ايه؟ يقول لي ان انا عندي نوعين من انواع اللودز من انواع اللايف لودز تايب 1 وتايب 2. تايب 1 يقول لي ان انا عندي كذا حاره. تمام؟ كذا حاره بس الفكره
الفكره كلها انا عايز اخد الكريتيكال لين هي اللي بتهمني. الكريتيكال لين دي فيها لوري وزنه 60 طن ومتوزع على اربع عجلات. فيبقى وزن العجله الواحده 15 طن. تمام؟ بس طبعا ايه؟ دايما اتجاه الفيكتور دايركشن بيبقى عمودي على اتجاه المايه، يعني مثلا هلاقي بقى ده اتجاه المايه طبعا لان دي الاس بتاعتي اللي بتمثل بين التو بيرز، فده اتجاه الفلو، يبقى ده اتجاه الايه؟ الفيكتور دايركشن. فكان عندي لو تفتكروا السكشن اللي فات كان اللي ظهر الكونتاكت اريا بتاعت العجله، ان انا عندي العجله الحمل يعني الحمل كونسنتريتد بيتوزع على الكونتاكت اريا. فهنا اللي هيبان عندي ده هيتوزع على بي 1 في البي 2. برضه تايب 1 بيقول لي ان البي 1 ايكوال بي 2 ايكوال 0.4 متر. مش بس كده، بيقول لي ان انا عندي كذا حاره. في الكريتيكال لين عليها اللوري اللي هو الوزن 60 طن ده، وعليها يونيفورم لود. يونيفورم لود دوت مثلا بيعتبر ان في ناس ماشيه مع اللوري ده، مظاهره مثلا ماشيه مع الايه؟ على الكوبري او على الطريق. اليونيفورم لود بتاعه 0.9 طن على متر سكوير. ده غير ان انا عندي يونيفورم لود تاني اقل منه شويه ربع، ويونيفورم لود تاني جاي لي من الحرارات اللي هي مش كريتيكال برضه ربع. طيب لو انا عايز احمل دلوقتي او عايز احسب الايه؟ الاحمال بتاعتي واجيب الرياكشنات على الجيردرز بالنسبه للايف لود. اول حاجه سؤال اساله لنفسي، هل هو اللود بيتحمل على الكونتاكت اريا بس كده، ولا هعمل زي ما عملت السكشن اللي فات ان انا خلي بالك فايده الايه؟ الويرنج سيرفيس وفايده التي اس ان هي بتوزع لي اللود لغايه ما اوصل للسلاب سنتر داون. فهو بعد ما توزع على الكونتاكت اريا دي بتاعت او البصمه بتاعت العجله هيتوزع كمان لغايه ما يوصل للسلاب سنتر داون. طيب هيتوزع بمقدار قد ايه؟ طب بقى الكلام ده السكشن فات مش هنعيده، بس الفكره ان هو بيتوزع بميون، فبزود على يعني مثلا كان بيتوزع بميون لغايه ما اوصل للسنتر لاين، فبتزود السكنس بتاع الويرك سيرفيس وبزود السكنس بتاع التي اس. لو مثلا الميل ايه؟ واحد لواحد او الميل واحد لاثنين، خدنا كلام سكشن فات مش هنعيد. بس الفكره كلها ان انا دلوقتي النودل اريا بقى عند السلاب سنتر لاين كبرت شويه، بقت عباره عن البي 1 وزودت عليه السكنس بتاع السلاب وزودت عليه السكنس بتاع الويرك سيرفيس. والبي 2 زودت عليه السكنس بتاع السلاب والسكنس بتاع الويرنج سيرفيس. فسميناها بي 1 كابيتال وبي 2 كابيتال. اللي هي طبعا هتطلع لنا في المساله هنا 0.7 0.7 يعني هتطلع 0.49. فاهمين الكلام ده ولا ايه؟ احنا قلنا السكشن اللي فات، يعني الفكره كلها ان انا عندي العجله بتاعتي اتوزعت في الاتجاهين، فمثلا لو هنفترض ان ده بي 2 تمام وده الطريق بتاعي الويرنج سيرفيس. وانا عايز اوزعها لغايه السلاب سنتر لاين، فيبقى ده تي اس على الاثنين. الفكره كلها ان هي البي 2 دوت او الطاير بلنت ده اللي هو الجزء الملامس من العجله ابتدى يتوزع بميل واحد لاثنين. فانا نزلت تي ويرنج سيرفيس، يبقى انا همشي الجزء العرض ده بي 2 زائد الجزء بتاع المثلث ده وقاعده المثلث ده تي ويرنج سيرفيس على الاثنين. بس خلي بالك ان انا هزودها من اليمين وهزودها من الشمال. فيبقى تي ويرنج سيرفيس على الاثنين وتي ويرنج سيرفيس على الاثنين، يبقى تي ويرنج سيرفيس. ونفس الكلام بقى ولكن الايه؟ هيتوزع اكتر كمان بميل واحد لواحد عشان دخلت بقى في ايه؟ في الماتيريال الجديده اللي هي الفورس كريت، فهيتوزع اللود هيتوزع اكتر. ودي فرق بقى فايده السلاب وفايده البيرنج سيرفيس، بتوزع الكامل. فتوزعت واحد لواحد، فانا نزلت المسافه الراسيه تي اس على الاثنين. يبقى المسافه الافقيه تي اس على الاثنين من على اليمين وتي اس على الاثنين من على الشمال، فكاني بقول ايه؟ بي 2 زائد ايه؟ زائد التي اس زائد التي بيرنج سيرفيس. ونفس الكلام هعمله بالنسبه لبي 1، بس المره دي بقى ابص للعجله من قدام، فهيبان عندي ايه؟ هيبان عندي عرض العجله اللي هو سميته ايه؟ بي 1 تمام؟ ويبتدي يتوزع على نفس الكلام، بس الفكره كلها استبدل البي 2 دي في بي 1 زائد التي اس زائد التي ويرنج سيرفيس. الكلام ده قلنا السكشن اللي فات. طيب مش كده وبس، انا دلوقتي عايز بقى اوزع اللود على الايه؟ على اللودد اريا دي او على مساحه التحميل.
لان انا كان عندي الاول concentrated load اللي هو الفي وي 15 طن، فانا عايز اجيب بقى اليونيفورم لود على المساحه. المساحه دلوقتي بقت بي 1 في البي 2 تمام، اللي هي بقى مساحه التحميل على السلاب سنتر لاين، بقت عباره عن بي 1 كابيتال مضروبه في البي 2 كابيتال. فعايز اجيب اليونيفورم لود ده، فبقسم البي وي اللي هي 15 على البي 1 في البي 2 اللي هي تطلع لي بقى في المساله دي كام؟ تطلع لي في المساله دي 30.612. طيب انا دلوقتي حسبت الاحمال وحسبت الايه؟ عايز احسب الرياكشنات. طلع لي بقى الرياكشنات من هنا، عندك بقى كذا سبورت وكذا انون، حل لي بقى بالطرق بتاعت الاستراكشر بتاعك. ستريم مومنت ايكويشن او الايه؟ او الفرنش ايكويشن، حاجه بتاخدها في الاستراكشر. ايه؟ في الخرسانه او في الاستراكشر يعني. بس احنا ناس مش بتوع استراكشر، فهناخد بقى طريقه مبسطه جدا. ايه هي الطريقه؟ نفس القاعده. هاسيوم ان السلاب سمبلي سبورتد وهنجلكت اللودز اللي جايه لي من الباكيات التانيه. تمام؟ وده لما اجي احسب المومنت هحسبه سمبل بس هضربه 0.8 عشان اعمله يبقى كونتينوس. فانا هشوف اني اكتر سلاب متحمله عندي. اه خلي بالك بقى لما اجي احسب هنا، لما اجي احسب هنا الماكسيمم رياكشن، طبعا انا هنا عايز اخد الايه؟ الشريحه بتاعتي في اتجاه التحميل. فلما اجي اخد شريحه عرضها 1 متر، لما اجي احسب اللودز على السلاب باخد شريحه عرضها 1 متر في اتجاه التحميل، فهيبان عندي عجلتين. طب العجلتين دول ممكن يبقوا هنا، ممكن يبقوا هنا، ممكن يبقوا في اي مكان. فعشان كده بعمل كيس بلود. وطبعا الكود بيقول لي في تايب 1 المسافه بين العجلتين في الاتجاه ده 2 متر، في الاتجاه ده 1.2 متر. استفدت من الكلام ده 1.2 لما كانت سلاب تايب، عشان كان ده اتجاه التحميل. انما المره دي بقى اتجاه التحميل هيبقى ده، فهياخد المسافه اللي هي 2 متر. طيب العجل ده ممكن يبقى هنا، ممكن يبقى هنا. فلما اجي احسب كيس اوف ماكسيمم رياكشن، لما تبقى العجله فين؟ العجله فوق السبورت بالظبط. وابتدي اخد الباتيه اللي هي متحمله اكبر تحميل اللي هي عليها 0.9 وافصلها. تمام، هي دي عليها 0.9 وعليها عجله. ليه عليها عجله؟ لان المسافه بين العجلتين 2 متر، واصلا اقصى مسافه ما بين الاس جيردر برضه 2 متر. فمش هيظهر عندي غير ايه؟ غير عجله واحده. تمام؟ فهاخد الباتيه دي وابتدي بقى ايه؟ احسب رياكشنات. كيس اوف ماكسيموم رياكشن عندي الاس جيردر 2 متر وعليها يونيفورم 0.9 وعليها حمل بتاع عجله واحده، والمسافه هنا بقى اللي هي بي 1، انا وزعت الايه؟ البي 1 سمول دي للبي 1 كامل. فابتدي ان انا دلوقتي احسب رياكشنات، احسب الار لايف لود ماكسيموم. طبعا بقى سهل جدا، ابتدي اقول سيجما مومنت حوالين السبورت ده ايكوال زيرو، ومنها احسب الايه؟ احسب الار لايف لود ماكسيموم. تمام؟ هيطلع لي بقى ايه؟ هيطلع لي 18.579. تمام؟ كمبر متر ماشي. كيس اوف ماكسيمم مومنت بقى، كيس اوف ماكسيمم مومنت اه لا، لما العجله دي هو برضه الباكيه بتاخد عجله واحده، ولكن لما العجله دي تكون في النص بالظبط. وطبعا هتلاقي الرياكشن ده اتغير، نسميه الار ام. تمام؟ اسميه الار ام وابتدي احسبه برضه سيجما مومنت هنا ايكوال زيرو، وابتدي احسب الار ام اللي هو هيطلع لي بكام؟ هيطلع لي 11.614 كمبر متر ران. وابتدي احسب بقى المومنت هنا كانه سيمبلي سبورتد، ولكن هضربه في 0.8 عشان اقلله شويه، فيطلع لي في الاخر كام؟ 7.47 طن متر بير متر. ده بالنسبه لتايب 1. لو نفتكر بقى من السكشن اللي فات، تايب 2 كان بيتكلم عن ايه؟ طيب تو بقى بيقول لي ان انا ما عنديش يونيفورم لودز اصلا. انا عندي لوي متحمل على عجلتين بس. تمام؟ والعجلتين دول مالهم؟ لوي متحمل على عجلتين، والعجلتين دول اليونيفورم لود بتاعهم
او الكونسنتريتد لود بقى 20 طن بدل 15 طن تمام وما عنديش اي يونيفورم لودز فاعمل نفس الكلام اشيل بقى اليونيفورم لودز لو كسبت ماكسيمم رياكشن خلاص بقى كان انا ما عنديش اي يونيفورم لودز خالص تمام هيبقى عندي العجلتين دول بس والمسافه بينهم 2 متر ولكن الحمل بتاعه ما هيزيد شويه بقى 20 طن كونسنتريتد لود وابتدي اوزع ال 20 طن ديت على البي 1 في البي 2 فهيطلع لي طبعا الايه؟ البي حاجه ثانيه تمام؟ البي 1 الاول خلي بالك من حاجه ان هو برده بيقول لي ان البي 1 والبي 2 التاير جراند هتكبر برده شويه او بالنسبه للبي 1 عرض العجله هيبقى كبير شويه 0.7 والبي 2 هتبقى 0.35 فده معناه البي 1 والبي 2 لما اجي احسبهم ازود عليهم تي اس التيورنج سيرفيس هيطلعوا لي 0.9 والبي 2 هيطلع لي 0.65 فلما اجي احسب بقى البي اللي هو بقى 20 على البي 1 في البي 2 هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 34.17 وابتدي اعمل نفس الكلام كيس اوف ماكسيمم رياكشن لما تكون العجله على السبورت فهتكون طبعا هيظهر عندي عجله واحده لان الاس جيردر اقصى حاجه 2 متر تمام وابتدي احسب ار لايف لود ماكسيموم والاسكان بتاعت الاس جيردر والمسافه اللي هتظهر لي من العجله هي البي 1 واحسب الار لايف لود ماكسيموم اللي هي هتطلع لي 23.846 كمبر متر ران وابتدي احسب كيس اوف ماكسيموم مومنت لما تكون العجله تيجي في النص بالظبط احسب طبعا الرياكشن الجديد اللي هو ار ام وابتدي احسب المومنت لايف لود ماكسيموم ما انساش ان انا احسبه كانه سمبلي سبورت ولكن هضربه 0.9 تمام؟ حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ ماشي تمام؟ هي الجردر اولا هي شايله ايه؟ افترض مثلا ان هي كل دي جردرز. الجردر شايله ايه؟ هي شايله اون ويت وزنها وشايله السلاب من فوقيها وشايله الويرنج سيرفيس او الطريق. طيب اول حاجه عايز اعملها عايز احسب وزن السلاب ووزن الويرنج سيرفيس، مش الكلام ده حسبناه قبل كده؟ حسبناه في الجي اس طن على متر سكوير اللي هو اليونيفورم لود دوت. طيب يعني انا كنت حاسب دلوقتي الجي اس ده اليونيفورم لود بتاع السلاب طن على متر سكوير على السلاب كلها عايز اركزه على الجردر بس فهعمل ايه؟ هبتدي اقول ده الجردر الواحده شايله بقى سنتر باين سنتر باين سلاب اللي هو مسافه بقى الاس جردر او مسافه 2 متر. فابتديت ان انا اقول انا ممكن اضرب الجي اس دوت في الاس جردر عشان اركز الحمل على الجردر. فساعتها اقول بقى ان انا عندي لو عايز احسب بقى الجي جردر ده هو عباره عن جي اس مضروب في الاس جردر زائد الاون ويت بتاع الايه؟ بتاع الجردر. ناخد كان انا خدنا ايه الجزء دوت رسمناه لوحده هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الجردر اهي وشايله الاسلاب وشايله البيرنج سيرفيس. لما اجي احسب بقى الاون ويت بتاع الجردر هو عباره عن جاما في الفوليوم هيبقى جاما رينفورس كونكريت في الفوليوم اللي هو البي جردر مضروب في التي جردر في الجاما بتاع الجردر. هل الكلام ده صح؟ لا خلي بالك من حاجه لان الجزء بتاع التي اس دوت انت حسبته اصلا وانت بتحسب الايه؟ الجي اس فلازم تشيله عشان ما تحسبوش مرتين فلازم اشيله وانا بحسب الاون ويت بتاع الايه؟ بتاع السلاب يبقى التي جردر ناقص الايه؟ ناقص التي اس. وابتدي احسب الايه؟ الجي جردر طن بير متر ران تمام؟ وطبعا الجردر بقى
بنحملها سمبلي سبورتد على الايه؟ على البيرس، لان انت عندك برضه زي ما فصلت الاكسبانشن جوينت السلاب برضه الجيردرز هي مفصوله ايه؟ برضه نفس الاكسبانشن جوينت، فاهم؟ بنحملها سمبلي سبورتد على الايه؟ على البيرس. والسلاب بتاعتها بقى المره دي اتجاه التحميل بقى بتاعي بتاع الجيردر اتجاه التحميل في الاتجاه دوت. فاتجاه التحميل دوت، فعشان كده الاستاب بتاعتي هي عباره عن ايه؟ المسافه ديت اللي هي المسافه، طبعا المسافه دي اللي هي مسافه اس، ولكن انا بحمل برضه ايه؟ افكتيف سبان هيبقى 1.05 اس، يبقى السبورتس بتاعتي بتمثل ايه؟ بتمثل البيرز، وبنحمل عليها الجي جردر كم بير متر ران، والاسبان بتاعتي هي الاس داش اللي هي 1.05 اس. تمام؟ وابتدي احسب بقى، عايز احسب رياكشن ديد لود، خلاص بقى اللي هو عباره عن جي جردر في الاس داش على الاثنين، هيطلع لي بيونت الطن، والمومنت ديد لود هيطلع لي جي جردر في اس داش سكوير على 8 هيطلع لي طن متر. تمام؟ ده بالنسبه للديد لود. هنخش بعد كده بقى نحسب اللايف لود، بس خلي بالنا من حاجه، ان الكود بتاعي بيشترط عليا ان انا في اللايف لود احسبه لتايب 1 اونلي بس في الجردرز. يبقى في السلاب كنت بحسبه تايب 1 وتايب 2، بينما في الجردرز هحسبه تايب 1 اونلي فقط. وابتدي اكمل واجيب طبعا مومنتس ورياكشن، وهي دي بقى المومنتس والرياكشن بتاعت الجردرز اللي هي تبقى هنا الرياكشن مثلا، والمومنتس دي اللي انا هخش بعد كده بيها حسابات بتاعت الايه؟ بتاعت البيتس. تمام؟ طيب تايب 1 ده اللي هو كان بيقول لي ايه بقى؟ تايب 1 فقط اللي هو عندي لوري وزنه 60 طن متقسم على اربع عجلات. تمام؟ فالكونسنتريتد لود على العجله الواحده 15 طن. والمسافه بقى ما بين العجلتين في الاتجاه ده 1.2 مترز، وفي الاتجاه ده 2 مترز. وطبعا عندي يونيفورم لود اربع عجلات. تمام؟ والبرنت او التاير برنت بتاع العجله والكونتاكت اريا دي 1 في 2، اللي هم ايكوال 0.4 مترز. تمام؟ وعندي طبعا يونيفورم لود. بس اليونيفورم لود دوت طبعا هو اليونيفورم ايه اللي هو اتوزع كان كريتيكال لين 0.9 لو تفتكر، وبعد كده في هنا 0.25 و0.25. تمام؟ ماشي، بس نخلي بالنا بقى من حاجه، هو يفرق معايا اصلا متوزع 0.9 و0.25 والكلام ده؟ لا، لان انا كده كده عايز اجيب الايه؟ الاحمال على الجيربكس، فهاخد اتجاه التحميل، فطبعا هاخد ايه؟ اكبر لود اللي هو 0.9. تمام؟ اللودز على الجيردر، فهيبقى انا عندي دايما اليونيفورم لود بتاعي اللي هو 0.9 تمبر متر ايه؟ سكوير. طيب بس نخلي بالنا بقى من حاجه، عايز اعمل نفس الكلام، انا هنا ده كان 0.9 اللي هو تمبر متر سكوير، يعني اللي هو متوزع برضه ايه؟ على السلاب. عايز اركز اللود ده على الجيردر. هعمل ايه؟ اضرب اليونيفورم لود زي ما عملت بالظبط في الديد لود في الجي اس. تمام؟ هضرب اليونيفورم لود دوت مضروب في الايه؟ سنتر لاين في سنتر لاين، يعني افترض ان ده كله مثلا كان 0.9 فاضربه في سنتر لاين في سنتر لاين اللي هو الاس جردر، هيجيب لي بقى الايه؟ اللود متركز على الجردر. تمام؟ ده بالنسبه لليونيفورم لود. طيب بالنسبه لي الوزن الايه؟ العجله او وزن العجله ده اللي هو بي 1 على بي 2. لو نفتكر في السلاب كنا قلنا ان احنا عندنا الكونسنتريتد لود، تمام، اللي هو البي وي اللي هو المره دي بقى يبقى 15 طن عشان تايب 1، وابتدى يتوزع عشان اجيب الاحمال على السلاب سنتر لاين، فيتوزع كده اهو على بالنسبه للويلنج سيرفيس، ويتوزع على الجيردر، ويتوزع سوري على السلاب، فابتدى يعمل كونتاكت اريا اللي هي ايه؟ بي 1 كابيتال وبي 2 كابيتال. طيب انا دلوقتي عايز اجيب الاحمال على الجيردر بالنسبة لللايف لود بالنسبة للتاير ده. يبقى انا اللود اللي انا وزعته ده ارجع منه تاني واجيبه كونسنتريتد. ارجع اركزه تاني على الجيردر. يبقى انا بالاول بقى مش هوزعه، هاخده زي ما هو ايه؟ كونسنتريتد لود 15 طن.
تمام؟ ايه؟ لان انا عندي برضو يعني برضو حالات تحديد، ما انا ممكن العجل ده يبقى كده، ممكن يبقى كده، فانا المفروض ايه اللي هيجيب لي الماكسيمم كونسنتريشن، الماكسيمم رياكشنز لما تكون العجله ماشيه فوق ايه؟ ماشيه فوق الجير، تمام؟ بس طبعا هيبان عندي عجلتين، تمام؟ هيبان عندي عجلتين والمسافه ما بينهم 1.2، تمام؟ وطبعا ايه قلنا هناخد الكونسنتريتد لود بتاعهم اللي هو 15 كيلو. يبقى انا كان عندي اليونيفورم لود اللي هو 0.9، قلنا ان ده هنركزه على الجردر ان احنا هنضربه في اس جردر. وكان عندي كونسنتريتد لود اصلا، قلنا خلاص الكونسنتريتد لود مش هنوزعه ده ايه، لان احنا هنرجع نلمه تاني. فايه؟ فهينزل لي على طول على ايه؟ على الجردر كونسنتريتد لود زي ما هو، ولكن المره دي المسافه اللي هتبان بقى ما بين العجل اللي هي 1.2 متر. طيب حالات التعميم بتاعتي كيس اوف ماكسيموم رياكشن، لما تكون العجله دي متركزه على السبورت، لما تكون العجله دي بقى ايه؟ هنا ايه؟ هنا اهو متركزه على السبورت بالظبط. والعجله الثانيه طبعا الفرق ما بينهم ايه؟ 1.2 متر. فلاقي عندي ان انا 15 طن، والعجله الثانيه الفرق ما بينهم 1.2 متر 15 طن، والسلاب بتاعتي اس داش اللي هي 1.05 في الاس، واليونيفورم نوت 0.9 في الاس جردر، وابتدي احسب الايه؟ الماكسيمم رياكشن لايف لود. اخد سيجنال مومنت هنا ايكوال 0 وابتدي احسب الرياكشن. طبعا هيطلع لي 31.3 طن. طيب كيس اوف ماكسيمم مومنت، لا العجل ده هيحصل له ايه؟ العجل ده هيتحرك شويه لغايه ما يجي لي في نص السبان بالظبط. بس هو كمان مش نص السبان، لا ده لما خدنا قبل كده بقى في الاستراكشر، لما يكون عندي تو كونسنتريتد لودز كده اهو، الماكسيمم مومنت هيحصل امتى؟ لما تكون المسافه بين الكونسنتريتد لود دول متقسمه الى ربع وثلاث ارباع. فالمسافه كانت 1.2 فتتقسم الى 0.3 و0.9. وابتدي احسب الرياكشن هنا هسميه ار ام، اللي طبعا هيختلف عن الايه الار اللي فات. فابتدي احسب الرياكشن هنا ان انا اجيب سيجمال مومنت هنا ايكوال 0، او ان انا ممكن احسبه برضه اللي هو الرياكشن هنا هسميه مثلا ار ام 2 ار ام 1. ليه بقى حسبت الرياكشن هنا اهو؟ اجيب سيجمال مومنت هنا ايكوال 0 عشان لما اجي احسب الماكسيمم مومنت، هو الماكسيمم مومنت تحت اللود الايه؟ القريب للسنتر، تمام؟ فابتدي احسب الماكسيمم مومنت هنا اللي هو عباره عن ار ام في المسافه ديت، تمام؟ ناقص طبعا الايه؟ اليونيفورم لود ده 0.9 في الاس جردر في الايه؟ في المسافه بتاعته، تمام؟ المومنت لايف لود ماكسيمم اللي هو هيطلع لي كام؟ 40.6 كده. خلصنا، جبنا رياكشنات على السلاب، وجبنا رياكشنات ومومنتس على الجيردرز، تمام؟ حسب برضه في الامتحان هيطلب مني، ممكن يطلب مني سلاب بس، ممكن يطلب مني جيردرز بس، تمام؟ ممكن يطلب مني الاثنين. بس كل اللي احنا عايزين نعرفه ان في اللايف لود لو بجيب على السلاب، سلاب جيردر تايب طبعا، فبجيبها تايب 1 وتايب 2، بينما لما بجيب اللايف لود على الجيردر بجيب تايب 1 بس. الكود بيقول لي كده. ماشي، حتى عامل سؤال لغايه دلوقتي؟ تمام. ناقص لي بعد كده بقى ايه؟ خلصنا كده الاستراكشر ديزاين بتاع الديك، وعملنا سلاب تايب وسلاب جردر تايب. ناقص لي بعد كده اخش بقى على الاستابيليتي شيبس بتاعت البير بتاعت الابطمنت. هناخد النهارده البير، ان شاء الله المره الجايه هناخد الابطمنت مع بقيه الرسم بقى، ناخد الرسمه بقى كلها زي ما اتفقنا، رسم عليه 20% من الفاينل، الرسم المهم. طيب ناخد بقى استابيليتي تشيكس بتاعت البير، زي ما اتفقنا البير دوت انترميديت سبورت بيجي في النص، وبيجي يمينه ميه وشماله ميه. فاول مرحله ان احنا نعمل ستراكشر ديزاين، هنعمل امبيريكال سايزنج او امبيريكال دايمنشنز. هنبتدي ان ايه؟ نحسب الابعاد دي او نفرضها. فاول بعد عندي هو الاتش 3 او ارتفاع بتاع البير، نفترض مثلا ان انا عندي نوعين، انا اختار اي نوع واكمل ايه حساباتي واصممه. طبعا في الامتحان هو اختار لك نوع. فانا مثلا عندي نوعين اللي هو الانفورسد كونكريت بيت بير، فده طبعا هيبقى ايه ارفع شويه وابعاده اصغر من الاثنين كونكريت. فمثلا الانفورسد كونكريت بير ابتدي احسب الاتش ايه؟ الاتش بتاع البير او اللي هو الارتفاع دوت، هو عباره عن واي عمق الميه، او هو الارتفاع ده عباره عن ثلاث ابعاد، واي زائد
الجزء بقى اللي نزل في الفوتنج تحت الارض لازم الجزء ده بيحصل عشان خاطر بقى ايه لو جه مثلا ما عملتش نفترض مثلا ما حصلت ما حصلش حمايه فايه او ما عملش بس لازم اعمل حمايه طبعا. ممكن الجزء مثلا يحصل له تاكل في التربه فلازم الايه القعده بتاعتي تبقى تحت شويه تحت التربه بشويه عشان برضه لما اجي اعمل حمايه اعملها من فوق. تمام؟ طيب فانا عندي تحت التربه بنص متر فيبقى عندي ارتفاع كبير الجزء ده ثلاث ابعاد نص متر والواي والفري بورد. طيب الفري بورد ده هحسبه ازاي؟ عن طريق ان هو عندي رود ليفل وعندي ووتر ليفل. عشان انا لو طرحت رود ليفل ناقص الووتر ليفل جبت المسافه دي كلها ناقص ان انا اشيل منها ايه؟ المسافه دي. طب المسافه دي اللي هي عباره عن ايه؟ هو ده البير شايل ايه؟ شايل سلاب وشايل الويلنج سيرفيس. تمام؟ طيب انا عندي الاف ده عباره عن رود ليفل ناقص الووتر ليفل ناقص المسافه ديت اللي هي التي اس زائد التي ويلنج سيرفيس. واتاكد ان هي اكبر من او يساوي نص متر، لازم الفري بورد يبقى ايه؟ اكبر من نص متر. طيب خلي بالك من حاجه ان الكلام ده لو بتكلم على سلاب تايب. ولو سلاب جردر تايب هتختلف؟ اه تختلف، هي المسافه دي هي 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 رود ليفل ناقص الووتر ليفل. طب المسافه دي اه بدل ما انت بتتكلم بقى على تي اس بس، لا انقسمت لايه؟ للدي اس زائد التي جردر. تمام؟ او سوري يعني للتي جردر بقى كلها. يبقى انت هتستبدل التي اس زائد التي ويرنج سيرفيس الى تي جردر زائد التي ويرنج سيرفيس. تمام؟ فيبقى عندي دي تي جردر زائد التي ويرنج سيرفيس. ولازم اتاكد ان هي اكبر من او يساوي نص متر. لا لا بس لا جردر طبعا. غير كده بقى عند بقيه الابعاد اللي هو الجزء اللي من فوق ده نص متر والعرض 1 متر هيبتدي يقل من 1 ل 2 وده العرض بتاع الدير بقى المهم بتاعي البي بير. تمام؟ طبعا انا كبرت الجزء اللي فوق ده لو تفتكروا في حاجه في الخرسانه اللي هي كان اسمها ايه؟ بكبر الجزء دوت اللي هو من فوق بتاع الكولوم. واضح ان انتوا لسه ما شفتوش اللي هو البانشن، ما شفتوش البانشن صح؟ تمام؟ فكنت بكبر الجزء اللي فوق دوت في نفس الجزء اللي فوق من جوه. اه بالظبط. لان انا عندي مش ايكونوميك ان انا ايه؟ اعمل كل العرض دوت عشان ده رينفورس كونكريت، فكبرت بس الجزء اللي فوق وابتديت العرض لا اللي هو العرض بقى بتاع رينفورس كونكريت. تمام؟ فالعرض بتاعي اللي هو هيبقى 0.1 اتش دي او من 0.4 ل 0.7 متر. طيب وبعد كده في بعد كده هخش بقى على الفوتنج او القعده، في عندي الدبس بتاع الفوتنج والجير بتاع الفوتنج. طبعا الجير ده طبعا مدبب. تمام؟ يعني احنا بنتكلم على الابعاد ان هو ايه؟ كل ده هضربه في الطول. تمام؟ والبي فوتنج والدبس بتاعت الفوتنج. تمام؟ تبقى الدبس بتاع الفوتنج من 0.4 0.7 والبي فوتنج عرض الفوتنج من نص لتلتين اتش دي. ده بالنسبه للفوست كونكريت. طيب نيجي نبص بعد كده لو بتكلم على بلين كونكريت بيج هيفرق بقى. لا خلاص ده انا عندي بقى عرض ايه؟ عرض كبير من الاول للاخر. تمام؟ فانا مش خايف من البانش. طيب اتش بير هل هتختلف في حاجه؟ لا الاتش بير هي ايه؟ عباره عن واي زائد الفري بورد زائد النص، والفري بورد برضه ايه؟ نفس الكلام ده لو حسب سلاب تايب او سلاب جيردر تايب. طيب البي بتاعت البير لا ساعتها بقى هتكبر شويه هتبقى ايه مثلا النسبه من الاس من اس الى 4 او اس على 4 الى 5. تمام؟ بس بشرط ان هي تكون اكبر من او تساوي 1 متر. كل ده امبيريكال ايه سايزنج يعني برضه ايه من كتر الديزاين قلنا دي الابعاد المناسبه. والدبس بتاع الفوتنج هيبقى الاكبر من 0.4 عرض البير و 0.2 اتش بير و 0.7 متر الدبس بتاع الفوتنج. نيجي للبي بتاعت الفوتنج فدي البي بتاعت الفوتنج بقى نازله بميل او الجزء ده بينزل بمين الاعمال بقى بتنزل بمين 1 ل 2. تمام؟ فهنا انا نزلت راس 2 اللي هو الدبس بتاع الفوتنج يبقى نازل افقي نص دي فوتنج ونص دي فوتنج يعني زود عليها ايه؟ يعني عباره عن بي بتاعت البير زائد الدبس بتاعت الفوتنج. تمام؟ طيب ده بالنسبه للامبيريكال سايزنج. عايزين بعد كده نخش بقى على
الاستابيليتي تشيكس، عايز تبتدي احسب شويه احمال. طيب اول حمل عندي بيقول لي ان انا عايز احسب الماكسيمم نورمال فورس. ليه؟ عايز اتاكد ان الاستريس بتاعتي على التربه تبقى اقل من البيرنج كاباسيتي اوف سويل. خدتوا الكلام ده في السويل؟ البيرنج كاباسيتي اوف سويل لسه ما خدتوهوش. تمام. البيرنج كاباسيتي اوف سويل او قدره التربه ان هي تشيل وزن الايه؟ وزن المنشا بتاعي عشان خاطر ما يحصلهاش انهيار. فعايز اتاكد. خدتوا الكلام ده؟ تمام. هبتدي احسب الاحمال، عايز احسب الماكسيمم نورمال فورس. طيب نخلي بالنا بقى من حاجه، ان انا عندي زي ما اتفقنا ان النير ده ليه طول، بس انا هحسب الاحمال اخد كاني خدت ايه؟ خدت طول 1 متر تمام من النير وابتدي احسب الاحمال عليه. طب هي الرياكشنات بتاعتي بتاعت الديد لود واللايف لود، هل هي كانت محسوبه بالطن بير متر رام، طن المتر الطولي؟ لا. ده لو كان لما كان سلاب تايب اه كان محسوب الار ديد لود والار لايف لود طن المتر الطولي، فهسيبه زي ما هو. السلاب جردر بقى لا، انا كنت في الاخر جايب ايه؟ جايب كونسنتريشن لود على البيت، سواء بقى رياكشن ديد لود او رياكشن لايف لود. طيب انا جايب كونسنتريتد لود يعني جايبه ايه؟ جايبه طن. عايز ابتدي يعني انا هجيب بقى عندي كذا جردر وكل جردر مدياني رياكشن على البيت. تمام؟ عايز اسيح الرياكشنات دي واجيبها للمتر الطولي، هسيحها ان انا هقسم على ايه؟ هقسم على الاسبان ما بين كل جردرز، يبقى هقسم على الاس ده. تمام؟ يبقى هسميها بقى ار داش ديد لود وار داش لايف لود، ان انا هقسم ار ديد لود لو سلاب جردر تايب، اللود بقى اللي جاي لي من الجردر، واقسمه على الاس جردر، واقسمه على ايه؟ على الاس ده. تمام؟ طن المتر الطولي. وابتدي اعمل اول تشيك بقى كيس اوف ماكسيمم نورمال فورس. بس خلي بالك من حاجه، يبقى انا اتفقت ان انا دلوقتي عايز الماكسيمم نورمال فورس، نفترض مثلا انا عصرنا البلين كونكريت. فخلاص بقى عايز احط الماكسيمم نورمال فورس، يبقى احط رياكشنات ديد لود ورياكشنات لايف لود. عندي جايب من السلاب ديت او من الجردر دي ومن السلاب دي او من الجردر دي. يبقى انا هبتدي احط هنا ار داش ديد لود زائد ايه؟ زائد لايف لود، وابتدي احط الناحيه الثانيه برضه ار داش ديد لود زائد لايف لود. تمام؟ جايبين من السلابه دي ومن السلابه دي. يبقى دي اول حاجه الان ماكسيموم 2 ار داش ديد لود و2 ار داش لايف لود، عشان ايه؟ جايبين من السلابه دي ومن السلابه دي. طيب عايز بقى بعد كده ابتدي احسب بقى وزن المنشا نفسه. خلي بالك ان انا حسبت الار ديد لود والار لايف اللي هي وزن السلاب، وزن الويلك سيرفس في الار ديد لود والار لايف ايه؟ والار لايف لود ده الوزن اللي جاي من الطريق او من اللورنج اللي شايل الطريق. عايز بقى ابتدي احسب الاون ويت نفسه بتاع البيج. عادي جدا هقول الاون ويت عباره عن ايه؟ عباره عن جاما في الفوليوم. طب الفوليوم عباره عن ايه؟ مثلا هقسمه ان انا هقسم النسبتين بتاع البير دوت تمام؟ واسمي الجزء دوت دبليو بيج. والفودنج واسمي الجزء ده دبليو فودنج، بيأثر في النص. تمام؟ طيب عباره عن جاما جاما بلين كونكريت، طبعا دول بقى بلين كونكريت دلوقتي، فجاما بلين كونكريت مضروب فيه الفوليوم، الفوليوم عباره عن ايه؟ بي بي مضروبه في او مضروبه في في الاتش بي مضروب في ايه؟ في 1 متر، زي ما اتفقنا ان احنا واخدين ايه؟ طول 1 متر من البيت. هي عباره عن جاما بلين كونكريت في الاتش بي في البي بي في 1 متر. طيب يبقى انت كده جبته بوحده الطن. تمام؟ او كان هي حولت الكونسنتريت تاني. وبعد كده الدم بتاع الفوتنج عباره عن جاما بلين كونكريت برضو في بي فوتنج في ديبس فوتنج في برضو 1 متر. تمام؟ هجيبه ايه بوحده الطن. ناقص لي بس يعني جزء ممكن احسبه ممكن ما احسبوش شويه السويل اللي فوق الفوتنج دول. هما طبعا قليلين. بس نخلي بالنا من حاجه، هل احسب وزن السويل ووزن الميه ده؟ هيفرق معايا؟ هو وزن عمود الميه ايه؟ كبير شويه، بس نخلي بالنا ان هو زي ما الميه بقى زي ما خدنا في الفليود وخدنا في الهيدرونكس، زي ما الميه بتضغط لتحت فبتعمل لي ايه؟ بتعمل لي ابليفت فورس، الميه بتضغط من جميع الاتجاهات، فهتعمل لي ابليفت فورس، فده هيقلل لي من ايه؟ من حمل على التربه. فعشان كده في اول تشيك بتاع الماكسيم نورمال فورس ده وبتاع البيرنج كاباستي اوف سويل اشيل الميه اصلا. فبقى عندي وزن السويل بس، وهتبقى الجاما بتاعت السويل طبعا جاما دراي سويل. فتبقى جاما سويل دراي في الطول دوت اللي هو عباره عن بي فوتنج
ناقص الـ A ناقص الـ B بير على الاثنين، وبعد كده ممكن اضربه في ايه؟ اضربه في اثنين، لما اقول مثلا ده اثنين دبليو صار. تمام؟ في نص في واحد دول. طن. يبقى كده الـ N ماكسيم 2 R ديد لود زائد 2 R داش لايف لود، واضربه في 1 متر عشان اجيب كله كونسنتريتد لود، زائد الـ W بير زائد الـ W فوتنج زائد 2 W اس. تمام؟ هيطلع لي بوحدة الطن. عايز اجيب بقى النورمال ستريسز واقارنها بالجيم كاباستي اوف سول. يبقى هقسم الايه؟ الـ N ماكسيم ده على الاريا. طب هو الاريا بقى عباره عن ايه؟ بي فوتنج 1 متر، مساحه الايه؟ مساحه التاثير اللي هي دي، لو بصيت بقى من فوق عباره عن بي فوتنج 1 متر مساحه التحميل. ايه؟ الحمل على السويد، ما انا عايز اتاكد ان هو ايه؟ اصغر من الحمل على السويد، الحمل بتاع السويد ده قصدي الجزء دوت، لو زودته معايا يبقى قليل مش كبير. انا دلوقتي بقى عايز اعمل تشيك، يعني انا خلاص مش انا زودته، عادي كنوع من التاكيد زودته معايا، تمام؟ ممكن ما زودوش يعني، بس الاضمن طبعا ان انا ايه؟ ازوده او اصح يعني. طيب، فهنا الـ N ماكسيموم هقسمه بقى، عايز اجيب الاستريسز على مساحه التحميل اللي هي بي فوتنج في 1 متر. واتاكد ان هو اصغر من البيرنج كاباستي اوف سويل اللي هو مديهولي في المساله 15 طن بالمتر سكوير. نفترض ان طلع انسيف. هبتدي اعمل ايه؟ عايز اقلل الجزء ده، اقلله ازاي؟ ايه؟ اكبر عرض الفوتي بالظبط زي الفل. انكريز البي فوتي. بس خلي بالنا برضه لما هكبر البي فوتي هيزود لي وزن الفوتي. تمام؟ فممكن اعمل بقى طريقه مضمونه خالص ممكن تتعمل يعني او في اغلب الاحيان بتتعمل، ان انا اعمل احلال للدرج. يعني اعمل ريبليسمنت اوف سويل في مكان البيت. ريبليسمنت سويل. اقول له ان انا لا انا عايز اشيل في مكان البريدج دوت، اشيل التربه الضعيفه بتاعتي دي واحط تربه اطول ببيرنج كاباستي اعلى. تمام؟ طبعا الحل ده مش محتاج تعيد حسابات تاني. طبعا اسهل كحسابات. طيب يبقى طبعا ده كان دراي سول. تاني كيس عندي عايز اتاكد بقى كيس اوف مينيمم نورمال فورس. عايز اتاكد بقى ان انا لو دلوقتي عديت ميه خلاص بقى، كان الاول تحت الانشاف ما كنتش حاطط ميه، دلوقتي بقى الكوبري اشتغل وبقى شغال او تحت التشغيل. تمام؟ فبقى حطيت هنا ايه؟ حطيت هنا ميه. عايز اتاكد ان وزن المنشا ده كفايه وان الميه مش هتعمل له ايه؟ ابليفت فورس. تمام؟ فترفعه لفوق. يعني عايز اتاكد ان الايه؟ الابليفت فورس ال عايز اتاكد ان الابليفت فورس هتبقى اقل من ايه؟ من وزن الايه؟ من وزن المنشا. هسميها مثلا يو. الابليفت بقى ايه؟ ابليفت ستريس او الابليفت بريشر. تمام؟ عايز اتاكد ان هو ايه؟ هيبقى اقل من وزن المنشا. فساعتها بقى عايز المينيمم نورمال فورس. طيب المينيمم نورمال فورس ده ايه اللي انا ممكن اشيله؟ يعني حالات بقى التحميل بتاعتي، ايه اللي ممكن اشيله من ال N ماكسيموم عشان احقق المينيمم نورمال فورس؟ اللايف لود بالظبط، كان ما فيش في الوقت ده ما عداش ايه؟ لوري او ما عداش لايف لود. فابتدي اقول بقى ان انا عندي عشان احسب الـ N مينيمم هو عباره عن N ماكسيموم ناقص 2 R لايف لود داش. تمام؟ وهتطلع لي طبعا ايه؟ بالطن. وابتدي احسب الـ U اللي هي الـ Uplift Pressure دوت اللي هو عباره عن جام ووتر في الارتفاع بتاع الايه؟ بتاع عمود المايه. نسميه مثلا H1 ارتفاع عمود المايه لغايه ما اوصل هنا. فجام ووتر اللي هي طبعا 1 طن على المتر كيوب في الارتفاع ده اللي هو عباره عن واي زائد نص زائد الدبس بتاع الفوتنج. تمام؟ يبقى الواي زائد نص زائد الدبس فوتنج في الجاما ووتر طبعا متر سكوير. واقول ان انا ده اكبر من ده، او ان مثلا اطرح سيجما ناقص اليو اللي هي الاند منه عندي فوتنج في واحد ناقص الجاما ووتر في الاتش 1 ولازم يطلع ايه؟ بوزيتيف. تمام؟ او يعني ده معناه ان انا الوزن المنشا اكبر من الابليفت ايه؟ بريشر. لا
مش كل دي سويل والسويل ده شبعك بالميه. تمام. الوزن دوت. هو طبعا المفروض ايه ارجع احسب فعلا الايه؟ الجامعه ساعتها بقى مش جامعه درايه تبقى الجامعه بقى اللي هي ايه؟ جامعه السبمرجد بقى. تمام؟ فعشان كده عشان الوزن هنا وزن السويل مش هبقى مؤثر بايه؟ بنفس الوزن بس كده كده عشان كده كنت بقول ان ده بيبقى وزنه قليل جدا. فكده كده هو تحت الميه فمش هيأثر بنفس وزنه هيبقى هيأثر بقى بالايه؟ بالجاما السبمرجد او الجاما سويل ناقص الجاما ووتر فكده كده هو ايه؟ هو وزنه قليل فمش هيفرق معايا في حاجه. تمام؟ ماشي. يبقى قدرت احسب دلوقتي اتاكدت ان السيجما ناقص اليو هتبقى بوزيتيف او ان السيجما اكبر من اليو. تمام؟ فدي حاجه دي تاني حاجه. تالت حاجه بقى كيس اوف ماكسيموم اكسنتريستي. مش وارد ان يحصل مثلا ان انا اللوري عندي او اللايف لود ساب باكيا او ساب سلاب وابتدى يتحمل على سلاب ثانيه. وارد يحصل. فبقى عندي ار لايف لود من ناحيه وار لايف لود شفتها من الناحيه الثانيه. فعملت لي مومنت. فانا عايز اتاكد ان المومنت ده طبعا هيجي يزود لي بقى الاستريس على الاعلى من ناحيه ويقللها لي من الناحيه الثانيه. عايز اتاكد ان هي لما تزيد هتبقى اقل من ايه؟ بيرنج كاباستي اوف سويل، السويل تقدر تستحمله. وعايز اتاكد ان هي لما تقل مش هتوصل لايه؟ مش هتوصل للنيجاتيف لان السويل بتاعتي زي ما احنا عارفين ان السويل ما بتشيلش ايه؟ ما بتشيلش تنشن. ده معناه ان ايه؟ لو وصلت للنيجاتيف فده معناه ان السويل بتاعتي ايه؟ خلاص المنشا بتاعتي رافعه من فوق السويل، السويل ما بتشيلش تنشن. تمام؟ طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ أول حاجة عايز أحسب المومنت، المومنت ده جاي لي من إيه؟ الأول النورمال فورس، النورمال فورس عبارة عن الـ N ماكسيموم وأشيل منه أر لايف لود واحدة بس اللي هو من الناحية دي. تمام؟ طيب وبعد كده المومنت جاي لي بقى من الأر لايف لود اللي زادت دي في المسافة دي اللي هنسميها الإيه أو الإكسنتريست. طيب الإكسنتريست دي عبارة عن إيه؟ عايز أعرف أول نقطة تأثير الرياكشن دوت، هي نقطة تأثير الرياكشن ده فين؟ زي ما اتفقنا ده جاي بقى بالافكتيف سبان زي ما اتفقنا ان انا كنت بدخل 2.5% من الاس و 2.5% فهي عباره عن 0.025 اس. تمام؟ بس طبعا عايز احسب الايه فهي عباره عن المسافه دي كلها اللي هي عرض كبير على الاثنين. تمام؟ ناقص ال 0.25 اس يبقى عرض كبير على الاثنين ناقص ال 0.025 اس واتاكد ان هي اصغر من الميزوتنج على السيل. طيب يبقى دي الاكسنتريستي اقدر دلوقتي احسب المومنت اللي هو الار لايف لود داش مضروب في الاي. بعد كده ابتدي احسب بقى سيجما 1 و2 زي ما كنا بنعمل قبل كده. سيجما 1 و2 سيجما 1 دي هجمع النورمال ستريسز اللي هي الام اي على الاريا. طبعا الاريا عندي اللي هي عباره عن بي فوتنج في 1 متر واجمع عليها ام في واي على ار اللي هو بقى الستريس اللي جاي من المومنت. طب هي الواي بقى اللي هي عباره عن ايه لو بصينا بقى على الفوتنج من تحت؟ الواي هي عباره عن طبعا ده ايه؟ انا بجيب الانرشا حوالين المحور اللي في النص ده. تمام؟ حوالين الاكسس اللي في النص. فساعتها الواي هي المسافه ديت اللي هي عباره عن بي فوتنج على الاثنين. والاي بتاعتي الانرشا اللي هي بقى الانرشا حوالين المحور ده اللي هي بي فوتنج تكعيب على الايه؟ في واحد على ال 12. تمام؟ فلما اجي اعوض عن الاي بي فوتنج تكعيب في واحد على ال 12 والواي بي فوتنج على الاثنين اعوض عنهم هنا هيتبقى لي بقى ان ايه؟ موجب او سالب 6 ام على البيزوميك سكور. تمام؟ ابتدي احسب سيجما 1 ابتدي اجمع ان ايه على البي فوتنج زائد 6 ام على البي فوتنج سكوير. سيجما 2 ابتدي اطرح ان ايه على البي فوتنج ناقص 6 ام على البي فوتنج سكوير واتاكد ان سيجما 1 اصغر من او يساوي البيرنج كاباستي اوف سويل. طبعا لو ان سيف ابتدي ايه اعمل ايه؟ ريبليسمنت اوف سويل او هزود البي فوتنج. وسيجما 2 اتاكد ان هي ما وصلتش للنيجاتيف. لا ده النورمال ستريس اعلى من الايه؟ من المومنت لان وصلت لنيجاتيف السويل بتاعتي ما بتشيلش تنشن. تمام؟ فيبقى اقصد. طيب ودي كانت الاستابيليتي تشيكس بتاعت البيف. بس ان شاء الله السكشن الجاي الاستابيليتي تشيكس بتاعت الابوتمنت. كده يبقى خلصنا المنهج وخلصنا البريدج.